النهاردة حلقتنا من المركز الثقافي الألماني في القاهرة ومعرض للساحر الأرميني ألكسندر ساروخان. هذا المعرض مقام احتفالا بمرور 120 عام على مولد الساحر الأرميني. الحقيقة هذا المعرض بيضم عدد كبير من اللوحات هو شارك فيه وتقدم للجنة التحكيم حوالي 180 فنان من 45 دولة، لكن وقع الاختيار في النهاية على حوالي 60 فنان ب60 عمل. المعرض معمول لتقديم صور بورتريه للرسام الساحر الأرميني ألكسندر ساروخان. هذا الفنان ألكسندر ساروخان جه على مصر وعمل في مجال الصحافة في عدة مجلات منها روزا اليوسف والمصور وآخر ساعة، وهو مخترع شخصية المصري أفندي اللي احنا شايفينها دي، وهنتكلم بالتأكيد في حلقة النهاردة عن أعماله الكثيرة. المعرض بيشترط أن يكون صور بورتريه من منظور كل رسام كاريكاتير كيف يرى ساروخان هذا الفنان اللي وصف وعبر من خلال فنه بالريشة والألوان صور متعددة. النهاردة رسامينا أبدعوا في تصورات زي ما احنا شايفين مع بعض لمنظورهم هم للفنان ألكسندر ساروخان. الحقيقة أيضا أن الرسومات والصور اللي تعرضت على لجنة التحكيم وهي مكونة من 5 أفراد اللجنة من 4 دول، تم الاختيار لفوز إحدى اللوحات لفنان من كوبا، أيضا إسبانيا فازت بعمل والصين فازت بعمل، إندونيسيا فازت بعمل، مصر كان لها حظ الفوز بعملين في هذا المعرض. حلقة النهاردة هنستعرض مجموعة من البورتريهات، هنشوف كيف يرى الفنان المصري. ضيوف هذا المعرض كيف يرون ساروخان صانع أو بادئ أو كما وصفوه ساحر فن الكاريكاتير الساحر الأرميني. خليكم معنا. مشاهدينا رجعنا لحضراتكم بعد الفاصل ونبدأ حلقتنا النهاردة بالحديث عن لجنة التحكيم، وشرفنا أن يكون معنا أحد أعضاء لجنة التحكيم وهو جانب مصري. أتعرف بحضرتك؟ أنا محمد عبلة، فنان تشكيلي ومؤسس متحف الكاريكاتير المصري، وبتشرف أن المتحف تولى جوائز هذه المسابقة. المسابقة اللي ما عايزين حضرتك تكلمنا عن المسابقة بقى والشرطة وسبب الاهتمام بيها. أول حاجة احنا كنا عايزين نحتفل بصاروخان كفنان مصري مر على ميلاده 100 سنة. ساروخان أصلا أرمني ولكنه جاء مصر في بداية شبابه وعاش حياته كلها في مصر وحصل على الجنسية المصرية وهو موجود، وقضى طول عمره في خدمة الصحافة المصرية. ساروخان طبعا استغربنا لما لقينا كم الاهتمام من كل الفنانين اللي في العالم، أكثر من 250 فنان من مستوى العالم اهتموا بساروخان وقدروا ان هم يعني يعبروا عنه تعبير يدل على معرفتهم به. فساروخان بس مش بس فنان مصري عبر عن الحياة السياسية والاجتماعية في مصر، ولكنه هو مؤثر في تاريخ فن الكاريكاتير في العالم. في العالم لاحظنا الحقيقة فعلا مشاركين، يعني 180 مشارك قبل اللجنة طبعا ما تعمل لهم عملية فرز، من حوالي 45 دولة وتم فوز تقريبا 60. برضو هتكلمنا حضرتك عن المسابقة نفسها برغم ان حضرتك بتقول يعني هو وتاريخه بيقول ان هو عاش كل سنينه في مصر الا انه كان حاصل على العالمية من خلال مصر. توضح لنا برضو ساروخان جاء مصر بالصدفة، هو هاجر زي كتير من الأرمن وراح فيينا درس الفنون في فيينا، وهو بمجرد ان هو ما خلص الكلية في فيينا اتقابل مع احد المصريين اللي اقنعه ان يجي مصر ويشتغل في الصحافة في مصر. ساروخان جاء مصر، للأسف الشديد المصري اللي قابله ده اختفى ما قابلوش بعد كده، وساروخان نزل القاهرة واشتغل في شارع محمد علي في المطابع يعمل زنكوغراف لأغلفة الكتب، لغاية ما قابله الصحفي الكبير محمد التبعي
وشاف رسوماته وقال له أنا بعمل مجلة جديدة اسمها آخر ساعة وعايزك تيجي تشتغل معنا في أخبار في الأخبار. ودي كانت بداية صاروخان انطلاقته المصرية يعني. طيب أستاذ محمد تكلمنا حقيقة عن المسابقة وتنظيمها، فكرة المسابقة والهدف منها. الهدف المسابقة ان احنا بنلقي الضوء على فنان مصري متميز اعماله اتشافت في كل انحاء العالم. صاروخان اثناء الحرب العالمية الثانية طلع كتاب مهم جدا اسمه هذه الحرب، بيندد بها بالحرب، والكتاب ده انتشر في كل انحاء العالم وعمل له صدى كبير جدا. صاروخان كان في بداية حياته ما بيعرفش عربي، لا قراية ولا كتابة، وكان بيلجأ لمحمد التابعي في ان هو يحكي له النكتة او يقول له عليها وهو كان يرسمها. صاروخان أثر في أجيال كتيرة لأنه يعتبر الأب الروحي للكاريكاتير المصري، لأن أول تلميذ مباشر له بعد كده كان رخا المصري الكبير وعبد السميع ومجموعة كبيرة. صاروخان هو من ابتكر شخصية المصرف هندي اللي أصبحت زي أيقونة في الكاريكاتير المصري، تم تداولها كمعبرة عن الإنسان المصري فترة طويلة. عشان نكرم صاروخان عملنا دعوة وأطلقناها في العالم وجمعيات الكاريكاتير واتحادات الكاريكاتير في العالم، ولقينا استجابة سريعة وجميلة جدا وبدأت تتوالى علينا الرسوم اللي رسمها الفنانين. احنا في متحف الكاريكاتير في الفيوم بنفتخر ان احنا عندنا مجموعة كبيرة ومهمة من اهم اعمال صاروخان الاصلية، وعشان كده احنا دعمنا المسابقة وقدمنا الجوائز بتاعة المسابقة. هي ست جوائز تقريبا، ست لوحات او رسومات فازت في معرض اليوم، او عدد الجوائز المالية او الشرفية. هو احنا كنا من البداية مقررين انها تبقى جايزة واحدة عشان يبقى لها قوة، ولجنة التحكيم اللي هي من انحاء العالم، في 2 من مصر وفي 4 من خارج مصر، قررنا ان احنا ندي كمان في 6 جوائز اخرى للناس اللي اشتركوا بجدية في المسابقة. ولكن الجائزة الكبرى راحت للفنان الكوبي، والفنان الكوبي العمل بتاعه اللي هي دي بالضبط. الفنان الكوبي عبر عن شخصية صاروخان وعمله في حالة استغراق وحيرة، وان هو فعلا بيخط الخط الاول او ضربة القلم الاولى، ولكن هو قاعد بيفكر طب وبعدين. ودي كانت لفت نظرة لجنة التحكيم، ان وبعدين هو كمان بالغ في حجم دماغه عشان يقول ان هو ده كان مخه كبير يعني. بس ملاحظين هو حاطط نظارة، يعني دراع نظارة اذا صح يعني الصورة، وهو في اغلب الصور مش موجود في هذه النظارة. هل ده من تخيل الرسام الكوبي اللي فاز بجائزة؟ هو صاروخان ما كانش بيلبس نظارة، هو بيشتغل يعني، هو في حياته العادية هو كان بيلبسها بس لما بيجي يرسم، ولكن كل فنان بيحاول يدور على حتة تميز شغله. فالفنان الكوبي يعني رغم ان هو ما شافش صاروخان خالص، وكل كانت المادة بتاعته مجموعة صور بسيطة عن صاروخان، ولكن هو قدر يتخيل استوحاء يتخيله وقدم لنا عمل جميل جدا. هو احنا سعداء بيه، وهو في كوبا برضو سعداء جدا بانه واخد الجائزة. ايه الاليات او الاشتراطات يعني صح التعبير لما مسابقة بيتم فيها اختيار فائز او اكتر من فائز؟ بتكون لها في زي ما نقول اسس بيتم الاختيار عليها يعني. ايه الاليات او الاشتراطات اللي كانت بتضمن نجاح اي رسمة قدمت للمعرض؟ عامة طبعا لما بتكون مسابقة بتتناول شخصية معينة، فبيبقى من الاعتبارات الأولى للجائزة أن يكون معبر عن هذه الشخصية بعينها. ثانيا أن يكون بتشاور على ملمح جديد أو زاوية جديدة في رؤية الفنان ده للشخصية اللي هو بيرعبها. طبعا جودة الرسم وقوته من ناحية القيم الفنية بتاعة الكاريكاتير. فهو الأعمال كلها اللي معروضة، وفي بعضهم ما تعرضش، احنا اخترنا مجموعة بس صارت
كانت بتتوافر فيهم كل الأسس بتاعت العمل الجيد. يعني احنا كنا الحقيقه في حلقات قبل كده برنامجنا سيستير وضيوفنا كانوا وضحوا لنا ان فكره البورتريه دايما والمعارض حتى اللي احنا قدرنا احنا نقوم بتغطيتها كان بيوضحوا لنا ان فكره البورتريه ده بيتوقف على منظور الفنان نفسه للبورتريه اللي هو بيرسمه، ولا هل مثلا في اشتراطات معينه ما يخرجش عنها الرسام كاريكاتير في رسم البورتريه؟ هو رسام الكاريكاتير عنده متسع من الحرية الكتيرة اللي مش متوفرة في الرسام العادي. الرسام العادي بيلتزم بملامح الشخص، بيلتزم بتقطيعه، بيلتزم بنسبه التشريحية. فنان الكاريكاتير هو عنده الحرية انه يتصرف زي ما هو عايز، يكبر الدماغ، يكبر المناخير، يكبر البق، يعمل هو عايزه، ولكن في النهاية لازم بيبقى معبر. فرسام الكاريكاتير عنده مساحة كبيرة من الحرية ما هياش متاحة للفنان العادي. يعني حتى البورتريه ليه رسالة؟ طبعا طبعا لازم يكون معبر. واحنا هنبص على الأعمال هنلاقي كل واحد فيهم ركز على حاجة معينة، يعني يا ابتسامة صاروخان، يا مكره، يا ذهاؤه، يا ذكاؤه، يا علاقته، يا هدومه. فلكن العمل اللي بيفوز بيبقى متوفر فيه أكثر من شرط. أستاذ محمد عبد عضو لجنة التحكيم، بشكرك شكرا جزيلا، شرفتنا. شكرا شكرا. ومشاهدينا الكرام، كان لينا حظ اللقاء النهارده مع الاستاذ فوزي مرسي رسام الكاريكاتير بمجله اكتوبر وعضو مجلس اداره الجمعيه المصريه للكاريكاتير واحد المشرفين على تنظيم معرض اليوم. اهلا بحضرتك استاذ فوزي. اهلا بيك، اهلا وسهلا بحضرتك. اتكلمنا يا ريت عن تنظيم المعرض اليوم والرواد والضيوف اللي هم زاروا المعرض وشافوا هذه الكوكبه من الرسامين واللوحات ايضا. هو طبعا بمناسبه الاحتفال ب 120 سنه على ميلاد الفنان الكبير صاروخان، يمكن كان اقترح علينا صديقنا العزيز عبد الله ان احنا نعمل مسابقه دوليه عن صاروخان. ممكن لما عرضنا الفكره على الاستاذ محمد عبله هو وافق طبعا ان هو يدعم المتحف الكاريكاتير، يدعم هذه المسابقه. ويمكن كان الوقت ضيق لان احنا اعلنا في اول ديسمبر، وكان اخر ميعاد لاستلام الاعمال كان في اول يناير العام دوت. يمكن قلنا يمكن الاعمال ما كانتش هتبقى كتير قوي، لكن في خلال شهر الحمد لله وصلنا كم اعمال، يمكن اكتر من 250 عمل من 180 فنان من 45 دولة. طبعا احنا يعني زهلنا من حجم الاعمال دي، والفنانين برضو هم ما اختاروش بس الصور اللي احنا كنا بعتناها مع الدعوة اللي احنا بعتناها لهم عن طريق الايميل، لا هم دوروا عن صاروخان، بحثوا عن معلومات اكتر عنه، ممكن ترجموا لان معظم المعلومات بالعربي فهم ترجموها، عرفوا كان بيرسم امتى، يمكن الشخصيات اللي هو عملها، حتى هنلاقي مجموعة من اللوحات فيها شخصية المصرف عندي اللي هو كان عاملها صاروخان. طبعا حجم كبير، ما قدرناش نعرض كل الأعمال، 250 عمل، اخترنا حوالي 60 عمل يتعرضوا في المعرض دون. ربنا يسهل إن شاء الله، يمكن لو في قاعة أكبر ممكن يتعرض في المتحف، برضو هيتنقل الإسكندرية، هيتعرض برضو في متحف الفيوم، متحف الكاريكاتير بالفيوم، هنعرض برضو كم أكبر من الأعمال دي بحيث أن كل الناس تشوفها وتستمتع بيها وتشوف كل فنان شاف صاروخان إزاي والزاوية. يعني وفي حد عامل صاروخان راس وهرم، في حد عامل رسام برضو عامل صاروخان كأنه أبو الهول. فأفكار متنوعة ومذهلة وجميلة. يعني أبرز انطباعات اللي خرجت بيها النهاردة عن الرواد وزوار المعرض، يمكن كل الناس بصراحة اتبسطت جدا. كان معانا سفيرة كوبا وهي كانت جاية تحضر المعرض وتستلم الجائزة الأولى واللي هو فاز بيها الرسام الكوبي ديل تيرو، يعني كانت منبهرة جدا بالمعرض. كان معانا السفير الأرميني واللي افتتح المعرض برضو كان فيه مبسوط جدا بالمعرض واقترح انه برضو المعرض يتعرض في أكتر من مكان. كان معانا من سفارة بلجيكا نائب السفير البلجيكي، معانا كل يمكن المركز الثقافي الأرميني معانا، وكل الفنانين بصراحة موجودين، فنانين الكاريكاتير مشاركين، ويمكن غير الرسامين كمان المحبين للكاريكاتير انبهروا جدا بالمعرض من كمية الأفكار المعروضة، أفكار مختلفة، وكل واحد تناول صاروخان ويمكن عامله بفكرة مختلفة عن التاني، في تنوع في الأفكار ويمكن حاجة جميلة جدا. وإن شاء الله نستمر إن احنا نعمل مسابقات دايما باستمرار، والتعامل طبعا مع التحرير لون جوتا واللي احنا بنشكرهم إن هم طبعا وفرونا قاعة العرض دي، وبنشكر برضو متحف الكاريكاتير بالفيوم والاستاذ محمد عبله راعي المسابقه.
استاذ فوزي مرسي، بشكر حضرتك على هذا اللقاء ونتمنى لكم مزيد من التوفيق والمعارض ان شاء الله. شكرا ليك، وانتم دايما بتشرفونا، وشكرا لقناه النيل الاخبار. شكرا يا فندم. شكرا. ومشاهدينا، في جولتنا في معرض صاروخان اليوم كان لينا شرف اللقاء مع الأستاذ أحمد عبد النعيم رسام الكاريكاتير بأخبار اليوم، وبيعتبر في هذا الوسط وسط رسام الكاريكاتير هو المؤرخ الفني لهذا الفن. أهلا بحضرتك أستاذ أحمد. أهلا بيه فندم، شرف لي. أنا تكلمنا بداية عن أهم المحطات في تاريخ صاروخان في مصر تحديدا، واللي وصلته لأنه يعتبر ملك أو المتربع على عرش في رسم الكاريكاتير في مصر. يعني هو الكاريكاتير المصري بدأ عن طريق الأجانب، في ثلاثة من الأجانب اللي جم مصر. سانتيس الأسباني جه مصر سنة 1908، ثم رفقي التركي كان في مصر 1921، ثم صاروخان 1924. الثلاثة دول احنا لما بنيجي نأرخ للكاريكاتير المصري في العصر الحديث بنقول انه الكاريكاتير المصري بدأ من خلال الرواد الثلاثة دول. ليه بنتوقف كثيرا عند صاروخان؟ بنتوقف عند صاروخان لأسباب كثيرة. يعني صاروخان لما جه بدأ في مجلة الكشكول يعمل مجموعة من الرسومات، وهي المجلة اللي كانت بتناصر الملك، ثم مجلة خيال الظل اللي كانت بتناصر الوفد سنة 1924. صاروخان لما جه مصر، جه مصر عن طريق دعوة من أحد الشباب المصريين اسمه عبد القادر الشناوي. عبد القادر الشناوي ده شاب مصري كان بيفكر انه يعمل مجلة اسمها المجلة المصرية، وطلب من صاروخان انه يجي مصر لما قابله في النمسا، وبالفعل جه صاروخان، لكن تعذرت المجلة لأسباب مادية وترك صاروخان. صاروخان اشتغل مدرس رسم في احدى المدارس الأرمنية في مصر اللي هي مدرسة كلوديسيان في بولاء ابو العيلة، واجر شقه او اوضه في الظاهر، وكان اجرها ب 72 قرش في الوقت ده، وده كان رقم ضخم قوي في الفتره. وكان من خلال عمله كمدرس في المدرسه دي بيعمل مجله اسمها المجله الارمنيه او السينما الارمنيه. المجله دي كان بيطبعها في مطبعه اسمها مطبعه بربريان. بربريان هو واحد من اشهر الطباعين المصريين اللي موجودين، واصله كان ارمني. صاروخان من خلال تعامله مع بربريان وعدوا انه هيعرفوا باهم كاتب في مصر اللي هو محمد التبعي. محمد التبعي كان بيطبع مجلة روزا اليوسف في مطبعة بربريان، وتعرف على صاروخان. ودي محطة مهمة جدا. ليه محطة مهمة؟ لانه في الفترة دي كان مجلة روزا اليوسف بتستعين بسانتيس الفنان الاسباني. سانتيس بيرسم في مجلة الكشكول ضد سعد زغلول، وبيرسم في مجلة روزا اليوسف مع سعد زغلول، وبالتالي ده كان بالنسبة للتابعي كان بيشكل مشكلة. لكن في الفترة دي كان الرسام ليس له موقف سياسي. ليه ملوش موقف سياسي؟ لأنه الرسام كان بتوضع له الفكرة من خلال صانع المجلة. يعني صاحب المجلة يجيب سانتيس يقول له اشتم ده فيشتمه، صاحب المجلة التانية يقول له لا مجد ده فيمجده، وبالتالي الرسام لم يكن له موقف سياسي. هو مش مصري، ما عندوش هم بالقضية المصرية. فمحمد التابعي وجد ضلته في انه يكون عنده رسام ملتزم بقضايا المجلة وليس له موقف سياسي اخر. بدأ صاروخان في مجلة روزا اليوسف، وفي مجلة روزا اليوسف عمل مجموعة من الرسومات الجيدة جدا الرائعة، وابتكر شخصية مهمة جدا تشكل حالة وجدانية في الكاريكاتير المصري، شخصية المصري فاندي. شخصية المصري فاندي هي شخصية تم تمصيرها، هي شخصية اسمها ليتل مان. ليتل مان ده الرجل القصير، دي شخصية انجليزية كان بيرسمها رسام اسمه ستروب في الديليكس بريس. هو اخذ الشخصية الاجنبية ليتل مان ده، لابس بدلة وقبعة وماسك في ايده شمسية او مظلة. هو استبدل القبعة بطربوش والمظلة بسبحة، وظهرت شخصية المصري فاندي في 7 مارس 1933 في العدد 181 من مجلة روزا اليوسف. أستاذ أحمد، مش غريبة أن يتربع فنان أرميني على عرش كاريكاتير في فترة كانت مصر فيها مليئة بالفنانين والصحفيين والرسامين والأدباء والكتاب؟ نعم، هو بص، يعني أنا عايز أقول لحضرتك حاجة. إحنا دايما بنأرخ مجموعة الأجانب ليه؟ لأنه كان فيه هناك بعض الرسامين المصريين لكنهم لم يستمروا. يمكن اقول لحضرتك سر ربما ما حدش يعرفه، هو واحد من اهم الرسامين الكاريكاتير اللي كانوا موجودين في مصر محمود مختار المثال العظيم، وكان بيعمل في مجله الكشكول سنه 1924 كان بيعمل باب اسمه زغليلو.
بيتريق فيه على القيمة والقامة الهامة جدا ساعة زغلول، لكنه لم يستمر. ظهر محمد حسن لم يستمر، ظهر رسام مهم جدا جدا اسمه إيهاب خلوص، بس إيهاب خلوص قالوا له تعالى تعين رسام، فقال لهم هتعين بكام؟ قالوا له ب2 جنيه وربع، قال لهم لا انا بشتغل في شركه القطن باخد 3 جنيه ونص يبقى خليني في القطن، وفقدنا رسام مهم جدا كان يبقى ممكن، لكن الاجانب هم اللي استمروا، فاستمرار الرسام الاجنبي اداله رياده. هل مساله الهويه السياسيه او التوجه السياسي للفنان المصري حال دون ان هو ينافس في عرش رسم الكاريكاتير، وكان الاجنبي بالنسبه له امر سهل باعتباره لا ينتمي الى تيار او يتبنى قضيه؟ الفتره اللي انا بكلم حضرتك ديا فيها كان عندنا 181 مجله، ال 181 مجله دول لدرجه ان احنا كان عندنا بعض المجلات بتظهر وتختفي زي مجله حماره منياتي ظهرت 1901 ثم اختفت، كان عندنا مجله خيال الظل، مجله الكشكول، كم المجلات الكبيره لم يكن يستوعب هذا العدد الكبير من الرسام. ثم المجلات الكبيره هي محتاجه رسامين ليس لهم موقف، لان انا هجيب الرسام اقول له اتفضل الافكار دي نفذها لي، وبعدين اجيب الرسام نفسه. اذا هو مؤدي مش مبدع، صح التعبير ده؟ ممكن ليس له موقف، ليس له موقف، لكن هو منفذ، منفذ تقني فني. فده يمكن يكون سبب من الاسباب، لانه بعدين لما ظهر الرسام المفكر اللي هو 1941 اللي هو استاذنا عبد السميع، عبد السميع له موقف سياسي واضح ومحدد، اشتغل في روزا اليوسف، لم يغير روزا اليوسف وما راحش مكان تاني. وانا فاكر ان انا مره قابلت الاستاذ زهدي هذه القيمه العظيمه قوي، فقلت له انك انت معروف انك انت رجل يسار ومع ذلك انت رسمت في مجله الاخوان المسلمين، قال لي احنا في الفتره دي ما كانش عندنا موقف، احنا كنا بننفذ افكار الغير. استاذ احمد بشكر حضرتك، شكرا جزيلا، شرفتنا يا فندم. انا اللي سعيد بحضرتك جدا جدا، شكرا وشكرا. كلنا لقاءات ان شاء الله داخل الاستوديو النيل للاخبار برنامج سياستير، ونستعرض لاستاذ المشاهدين معلومات اكتر واكتر عن تاريخ هذا الفن العظيم في مصر. الشرف ليا. مشاهدينا دي كانت جولتنا النهارده في معرض صاروخان بمناسبه الاحتفال بمرور 120 سنه على مولده، والحقيقه اللي استضاف هذا المعرض المركز الثقافي الالماني في مصر، والحلقه القادمه ان شاء الله لينا موضوعات تانيه جديده وصور جديده. تابعونا دايما مع برنامجكم الاسبوعي سياستير، دمتم في امان الله.